المحمديه اللي كنشكروهم كاملين ونبغيو نصفقوا ليهم كاملين. غادي نعيط للضيوف ديالي اللي غادي يشاركوا معنا في هذه الامسيه، زجاله وفنانه وادبيين كبار الحمد لله. معايا استاذه مغربيه عربيه لها عدة كتب، والنموذج راه كاين على بلا حتى اللي خدا شي واحد فيهم، راه في الاخر الاستاذة غادي دير له التوقيع. غادي نادي على مريم بن بختة أديبة كبيرة. يتلوها على مسامعنا الشاب منير، فليتفضل. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فاطمة أبو عام رئيسة جمعية رتاج الخير للرأفة والتضامن.
رئيسة جمعية التضامن للتجار ومهني المحمدية وفاعلة جمعوية في المحمدية في عدة جمعيات. رتاج الخير هي اللي شاركت اليوم في الريش، يعني ولو أنني فاعلة جمعوية مع جمعيات أخرين ولكن رتاج الخير هي اللي راها اليوم معكم هنا في الريش. وكنتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم تكون هذه المبادرة البسيطة، لأن أنا كنعتبر بأنها بسيطة، لأن بلادي خصني نعطيها أكثر من هذا الشيء. هذه المسألة اللي درنا شي حاجة اللي هي بسيطة اللي كنتمنى أنها تكون بداية، ولكن لقاو اللي مد لنا يد العون، لقاو ناس، لقاو المسؤولين اللي يشدوا في كلمة ويبقاو شادين فيها يتعاونوا معنا، لقاو جمعويين اللي ما عندهمش شي حاجة أخرى من غير الغيرة على البلاد، لقاو ناس اللي هما ناس بغاو المصلحة، المصلحة العامة ماشي ديال الشخص بوحده. أنا كنقول لكم هذه الهضرة لأن كنقولها في الحقيقة الإخوان اللي معايا في المحمدية، راه ما عمرني ما كنقول هذه المسألة، ولكن كنقولها هنا لأن بغيت باش إن شاء الله الرحمن الرحيم الناس ديال البلاد يستافدوا من داك الشيء اللي تعلمناه حنا ليه. حنا تعلمنا في العمل الجمعوي على يد ناس الله يجازيهم بخير، وبغينا داك الشيء اللي تعلمناه نعلموه للناس ديالنا هنا، يعني الناس ديال الريش. انا كنقول لكم راه الاشاره على ما قدرني به ربي وما عرفني به ربي، يعني اللي محتاج لشي حاجه اللي نقدر انا نعطي فيها يد المساعده اهلا وسهلا به. هذه كنقولها وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم غير الى مت، يعني لا طول العمر، الحاجه اللي محتاجيني وقاده نعطيها انا راه الاشاره. يعني وكنشكر الجريدة الإلكترونية ريش بريكس قطعة ريش بريكس، لأن احنا كنشكر ريش بريس على هذه التغطية اللي دارت معنا اليوم، وإن شاء الله الرحمن الرحيم كنتمناو يكونوا لقاءات أخرين وتكتشفوا حوايج أخرين اللي إن شاء الله الرحمن الرحيم تكون سن. هذا المجيء ديالك للريش واش ما رجعكش للحنين؟ الاستاذ عبد الله غادي نقول لك واحد القضيه، انا عمر الحنين ما فارقني، يعني الحنين للريش كانت صغير، كانت مساله ديال العائله، ديال الزواج، ديال الاولاد، ديال يعني دائما كان عندي حنين، والحمد لله كنت الا ما تزدش الريش على الاقل خصني ندوز خطره في العام. مشاو ناس زمان، فين الخيل فين السربة، ما بقى علام غابوا الفرسان، البارود برد ونقصات الحبة، المحبة ولات غير في اللسان، والصحبة ما بقات صحبة، قوى الكدوب وقوى البهتان، والدنيا غادة بالزربة. تم سمونت نرتاج الخير الندغ ديال الدانسي المحمديه، مشينا دسني ميرخ تم سمونت الفعل الخير، الفعل الثقافي الخيري
الريش يمشينا دات سنمير تمسمونين يغضنين وخا ورتنت النيخ ولكن هات ايد غناتي يام هات عزات الا غوس ودور اخطر كما كنقولوا هذا الفعل او هذا العمل عمل كان يعني انساني خيري يعني كنعتبروا انا فواحد المرتبه اللي هي مرتبه عاليه جدا. علاش؟ حيت هذه المنطقه هذه كتحتاج بحال هذه الاعمال هذو يتداروا في هذه المنطقه هذه. وكنشكر هذه الجمعيات اللي دارت هذه المبادره القيمه جدا. وكما كنقولوا وغادي نزيد واحد النقطه اخرى، راه عندنا شباب انهم عندهم طاقات وعندهم ما يقولوا لا في المجال ديال ازوان ما يسمى بالموسيقى ولا في الرشم ما يسمى بالفن التشكيلي، وعندنا في الرياضه وعندنا في يعني مجموعه من المجالات. يعني هذه المنطقه منطقه الريش ولا كما كنسميوه السوديس الجنوب الشرقي بصفه عامه يحتاج الى التعاون. وكنقولوا ان الفنان